حياكم الله مشاهدينا الأكارم، حلقة جديدة من برنامج عن قرب، ورحب بكم إلى تفاصيلها. تتوجه أنظار العالم اليوم وخلال الساعات الأخيرة للهدنة في اليمن. هناك ترقبات محلية ودولية لما ستفضي به الساعات القادمة من تفاهمات أو اتفاقات إن صح التعبير، قد تنهي معاناة الشعب اليمني أو على الأقل تقوم بالتخفيف من هذه المعاناة. إذن هذه الفصول المتعددة من معاناة الشعب اليمني هل ستنتهي خلال ساعات قليلة؟ وهذه التحركات المكثفة الدولية لإقناع الأطراف بالمقترحات هل تركز على الهدنة الشاملة في اليمن، خصوصا أن هناك العديد من الملفات التي يمكن التركيز عليها، الهدنة العسكرية وفتح طرقات تعز والمناطق الأخرى وفتح كامل لمطار صنعاء الدولي والموانئ، وكذلك صرف مرتبات الموظفين وملف الأسرى وهو الملف الأهم. إذن السؤال المطروح مشاهدينا الأكارم، هل ستنجح الأطراف للتوصل لحل يمدد الهدنة لستة أشهر قادمة؟ هذا ما سنناقشه مع ضيوف الأكارم، وسنقرأ أو نتوقع ما الذي سيتم حدوثه في الساعات القادمة. أرحب بضيفي الكريم سيد محمد المخلافي. أستاذ محمد، أهلا ومرحبا بك. توترات طبعا واضحة بين الجانبين، رفض من الجانب الحكومي وهو أو نستطيع القول أنها هي الخطوة الأولى الحاسمة أو الجريئة، وكذلك رفض ومراوغات الحوثي. يعني هذه التوترات، ما الذي سيتحقق منها في ظل هكذا وضعك، في ظل هكذا هذه المعطيات خلال الساعات القادمة؟ مساء الخير بداية عليك وعلى طاقم البرنامج ومشاهدي الكرام. أنا في اعتقادي أنه هناك ضبابية في رؤية المجتمع الدولي لما يحدث في اليمن، هناك إجماع وضغوط تمارس بشكل كبير على الأطراف في اليمن من أجل الوصول إلى وقف إطلاق نار شامل امتداد لهذه الهدنة التي جاءت بالتوازي مع انتقال في السلطة على مستوى الحكومة الشرعية المعترف فيها دوليا من مستوى إلى مستوى آخر ومن مستوى المجلس الرئاسي، وبالتالي هناك طموح كبير لدى الإدارة الأمريكية، لدى أيضا المجتمع الدولي لتحويل هذا المشهد المغاير إلى مشهد وقف إطلاق نار شامل يتحول إلى عملية سلام دائمة. لكن الإشكالية في هذا الموضوع أنه الرغبة الجامحة لدى المجتمع الدولي ولدى الولايات المتحدة الأمريكية في إرساء السلام في اليمن تأتي بعيدا عن القراءة الواقعية لحقيقة الصراع في اليمن، تأتي دون احتساب ثمن هذا السلام وماهية هذا السلام بشكل أوضح. طيب يعني الرغبة، يعني أفهم من كلامك أنها ليست كافية الآن، يعني الرغبة الدولية وإن كان هناك إجماع دولي، طالما ولم تكن هناك حسبة واقعية لما يحدث الآن في اليمن، يعني ما الفائدة من هدنة هشة يعني كاسم فقط أو كصورة موجودة في اليمن؟ أنا كنت أريد أن أكمل النقطة حتى تصل الصورة واضحة. هذه الرغبة الجامحة في إرساء السلام في اليمن يعني تقع في منطقة منعزلة عن حقيقة الصراع في اليمن، أو لا يهم المجتمع الدولي بشكل أصح عن من سيدفع ثمن هذا السلام، هل سيدفع ثمنه الشعب اليمني أم الأطراف التي ستتقاسم السلطة، أم الميليشيات الحوثية كجماعة استولت على السلطة وبالتالي استطاعت أن تصل إلى مرحلة متفوقة في الجانب العسكري تضمن لها هيمنة شاملة على مختلف الجغرافيا اليمنية. هذه التفاصيل أنا في اعتقادي أنها تهم أبناء الشعب اليمني، تهم النخبة السياسية في اليمن، لذلك تلاحظ أنه بدأ الوعي يزداد عن مسألة يعني مدى جدوى تمديد هذه الهدنة بشكل أو بآخر، وما العائد المباشر الذي يعني حصل عليه اليمنيون داخل مناطق الحكومة الشرعية وداخل كذلك مناطق الحوثيين من الهدنة والتمديد الآخر لها، والآن الحديث عن تمديد ربما يعني مدة 6 أشهر أو
طيب سأعود إليك محمد، أرحب بالأستاذ بليغ المخلافي المستشار الإعلامي بالسفارة اليمنية في القاهرة. أستاذ بليغ، يعني الآن هذه التوترات كما تحدثنا أنا ومحمد يعقبها طبعا تحركات دولية وكذلك محلية إن صح التعبير، يعني إلى أي مدى هذه التحركات تعكس الأزمة وإن كان بين الأطراف، وإن كان كذلك يعني ما الذي يمكن أن يذوب الجليد خلال ساعات قادمة؟ نعم، مساء الخير أولا لك ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. يعني حقيقة خلال 4 أشهر الماضية كان هناك تفاوت في فهم الهدنة والالتزامات الواجبة على الأطراف فيها، أو حتى في مدى التزام الأطراف الموقعة على الهدنة أو طرفي الهدنة. الحكومة التزمت بكل ما عليها في هذه الهدنة فيما ظل الطرف الحوثي يماطل. بالتأكيد المجتمع الدولي سواء الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية ومن معهم بقية الدول الخمس والدول التي تصنف كدول راعية أو داعمة للعملية السياسية في اليمن أو لعملية السلام في اليمن، هي اعتقدت أيضا أنها قد حققت استراق في إدارة العملية السياسية المتعثر منذ مشاورات الكويت وحتى اليوم، وبالتالي هي تحاول الحفاظ على هذا المنجز بأي طريقة حتى وإن لم يؤتي حتى وإن لم تكن نتيجة هذه الهدنة مؤثرة مباشرة على الشعب اليمني وعلى الحالة الإنسانية. بالتالي إذا ما راجعنا 4 أشهر الماضية سنجد أن المستفيد الأول من الهدنة كان الطرف الحوثي. بالتأكيد كان هناك بعض الانفراجات في الجانب الإنساني على الناس، لكن النتائج لم تكن ترقى إلى ما حصل عليه الحوثيون من هذه الهدنة. طيب هذه الهوة الكبيرة وعدم ارتقاء مثل هذه الحلول الى الكمال، يعني وكانت هناك يعني عباره عن حلول ترقيعيه لا اكثر، يعني ما الذي سيستجد الان حتى يتم تمديدها الان، يعني المشروع الى 6 أشهر لم تكن يعني شهرين وحدثت مثل هذه الاختلافات. للاسف الشديد ان يعني نحن نتحدث ايضا عن تمديد الان لمده 6 أشهر، ودائما يعني نحن نقول ان الهدنه مطلوبه وان الحكومه دائما مع أي إجراءات تخفف من وطأة الأوضاع الإنسانية، لكن بشرط أن يستجيب الطرف الآخر للهدنة وأن يلتزم بما عليه في هذه الهدنة. لكن أن تكون الأمور بهذه الطريقة بالتأكيد هذا لن يصب إلا في خانة الميليشيات الحوثية، ولن يصب إلا لصالحها، خاصة وإن صحت التسريبات الواردة عن مشروع أو المشروع الذي تم تسريبه عن تمديد الهدنة وما تضمنه من برود. إذا صح هذا المشروع فنحن نقول أن المجتمع الدولي يكافئ الميليشيات الحوثية على عدم تنفيذ التزاماتها في خلال ال4 أشهر الماضية من عمر الهدنة، وأن هذا بالتأكيد سيسبب أو سيشكل واحدة من نقاط الضعف التي تجعل هذه الهدنة هشة وغير قابلة للاستمرار عندما نتحدث عن عدم أستاذ بليغ، طالما أنت أشرت إلى التسريبات، يعني كانت هناك نقاط يعني توقع الكثيرون بأنها تكون واقعية وقد تكون من ضمن المقترحات، يعني الآن من ضمن المقترحات يعني تم تحديد بعض الطرق الموجودة الآن في تعز، يعني طرق فرعية، وكذلك سيتم التفاهمات على الطرق الرئيسية، سيتم تشكيل مثلا لجان يعني ستقوم بمراقبة مثل هذا الوضع، يعني الآن حتى بالنسبة للمطار صنعاء الآن وجهات كثيرة في هذه التسريبات حددت، يعني إلى أي مدى تتوقع بأن هذه التسريبات حقيقية وستنفذ؟ أنا لا يعني لست متأكدا من مدى التسريبات، لكنها وصلتني من أكثر من مصدر موثوق ومطلع، وبالتالي الحديث عن عدم فتح طريق رئيسي واحد في تعز هي بالتأكيد إشكالية، وأعتقد أن الحكومة كانت قد تقدمت باعتراض على هذا الأمر، وكان هناك يعني طرحت الحكومة أنه يجب على الأقل أن يفتح طريق رئيسي واحد في المرحلة الأولى وهو طريق السوفيتيل عصيفرة، لكن الآن الحديث من خلال التسريبات هو عن طرق فرعية. أيضا عندما نتحدث عن مسألة صرف الرواتب، الجميع يتحدث عن ضرورة صرف الرواتب باعتبارها حق وباعتبارها أمر بالتأكيد سيساهم في تخفيف حدة الأوضاع الإنسانية وفي إدارة عجلة الاقتصاد، لكن عندما نتحدث أو تحدثت التسريبات عن خيارات أن تقوم الحكومة بدفع الفارق عن
عائدات المشتقات أو جمارك وضرائب المشتقات النفطية فيما جماعة الحوثي لتغطي الفجوة كما يقال يعني. بالضبط فيما جماعة الحوثي تقوم بفرض الضرائب والجمارك على كل السلع والمشتقات وتقوم بجمع الإتاوات والكبايات في مناطق سيطرتها، وهذا يعني أنها أن الاتفاق سيسمح لها بفرض هذه الإتاوات دون أن يكون عليها أي التزامات. لماذا لا تكون هذه الجمارك والضرائب وكافة الجمارك والضرائب لتغطية صرف المرتبات وتلتزم الحكومة بدفع الفارق؟ يعني نحن نتحدث الآن عن فقط جمارك وضرائب سفن المشتقات النفطية التي تدخل إلى ميناء الحديدة، فيما بقية الضرائب والجمارك سواء في الميناء أو في غيرها من نقاط الجمارك التي استحدثتها جماعة الحوثي، كل الضرائب التي تحصلها، ضرائب الاتصالات، ضرائب كبار المكلفين، كل هذه الضرائب مع يعني ستذهب لخدمة والإيرادات الكبيرة للمؤسسات الرئيسية الموجودة في صنعاء. طيب إذا سمحت لي نعم إذا أوجه سؤالي الآن لمحمد. الآن محمد، كما تحدثنا عن هذه التسريبات أن الميليشيات الحوثية يبدو أنها لا تنوي في الأيام القادمة أن تورد الإيرادات الموجودة في موانئ الحديدة إلى البنك المركزي، يعني الآن هي تطالب الحكومة أو كما سرب أنها تطالب الحكومة بتغطية هذه الفجوة. الآن يبدو أن سقف المطالب الحوثية بعد تنفيذ الجزئية التي طلبت منها ارتفع سقف هذه المطالب، هل سيتم تنفيذ كامل مطالب هذه الميليشيات برأيك؟ أنا في اعتقادي أنه كل الأمور قابلة للأخذ والرد، وأيضا ممارسة الضغوط سواء الدولية والإقليمية كذلك. لكن فيما يخص الاقتصاد اليمني وصرف الرواتب، هناك حسابات دقيقة وهناك أيضا معادلات اقتصادية غير قابلة يعني الزيادة والنقصان، واحد زائد واحد. في الأخير الحكومة ما زالت تعاني من عجز في هذا الجانب وفي هذا البلد، وبالتالي نحتاج أيضا كذلك إلى الوليعة السعودية في يعني صرف اعتمادات التجار كي يتم توفير المواد الأساسية لمختلف أنحاء الجمهورية. وأنا أعتقد أنه ربما المستفيدين من هذه الوديعة كان المواطنين في المناطق الشمالية أكثر من المواطنين في مناطق الحكومة الشرعية، وهذا دليل على أنه في الأخير المسؤولية أمام المجتمع الدولي تقع على عاتق الحكومة، ولذلك هي عرضة للابتزاز وربما للضغوط بشكل. طيب وماذا عن الإيرادات والضرائب والجمارك محمد التي في مناطق سيطرة الحوثي، كيف يتم التفاهم عليها؟ كنت سأكمل هذه النقطة لأصل إلى موضوع المرتبات. في الأخير المرتبات وصف المرتبات مهما مارس المجتمع الدولي ضغوطه أو مارست أيضا كذلك الحكومة الحوثيين مارسوا ضغوطهم بصرف هذه المرتبات أو تحمل الحكومة لهذه الجزئية، أنا في اعتقادي أنه في الأخير ما يقال للمجتمع الدولي هو واضح وبالأرقام، ما يخص منظمة الحكومة أو الأموال الموجودة في حسابات الحكومة في البنك المركزي أو خارج اليمن. وبالتالي من يريد أن يضغط في هذا الاتجاه عليه أن يوفر النقص أو الفجوة أو يسد الفجوة في هذا الاتجاه. وأعتقد أن الحوثيين بركوبهم لهذه الموجة هم يرسلون رسائل ربما داخلية وخارجية في ذات الوقت، هم يرسلون رسالة داخلية أنه نحن من نقف مع المواطنين رغم أنهم هم من ينهبون إيرادات هذا القطاع يعني ربما، لكن في ذات الوقت رسالة خارجية يبدو أنهم يريدون ممارسة ضغوط لكي يتحمل المجتمع الدولي وربما الإقليم هذه الجزئية. طيب محمد، يعني توفير $50 طيب الآن هل تستطيع طيب هذه الإيرادات الكبيرة للمؤسسات والشركات الرسمية والخاصة الموجودة في صنعاء، إذا ما تحدثنا عن الاتصالات والكهرباء وغيرها من الموارد، هل تستطيع هذه الجماعة إخفاء هذا الكم من الإيرادات عن العالم بحيث يتم تغاضي الطرف أو عدم محاسبتها على هذه الأموال التي تجنيها ويتم فقط التركيز على موانئ الحديدة فقط؟ هو طرح مسألة يعني عائدات موانئ الحديدة فقط هو أيضا يعني أعتقد أنه طرح غير صحيح، لأنه ميناء الحديدة تم طرح عائداته في موضوع أو في جانب اتفاق السويد كصرف يعني أو تحمل مسؤولية صرف مرتبات الموظفين داخل نطاق محافظة الحديدة، وأعتقد أن الحكومة كانت قد بدأت في خطوات جدية في هذا الجانب بصرف الرواتب لبعض القطاعات يعني تحت مظلة أو إطار اتفاق ستوكهولم
ينص على أن تورد هذه الإيرادات إلى فرع البنك المركزي في محافظة الحديدة ليتم بعد ذلك يعني البدء أو البدء في هذه الخطوط التي تم الاتفاق عليها. ووجدنا في الأخير الخطوة التي كانت من جهة الحوثي نهب الأموال التي تم توريدها أو كانت موجودة كذلك في فرع البنك المركزي في الحديدة. هذا مثال بسيط عن النهج الحوثي في التعامل مع هذه الاتفاقيات أو مع هذه الهموم التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. طيب. شعارات أو محاولة ركوب الموجة ومن ثم يتم نهب هذه الأموال مثل ما حصل مع $50 التي كانت توفرها يعني الأمم المتحدة وبعض منظماتها للمدرسين في نعم. القطاع التعليمي. طيب أستاذ بليغ، يعني لو افترضنا جدلا بأن الساعات القادمة خرجت بإنفراج أو اتفاقات خصوصا في ملف الرواتب وأن يتم صرف الرواتب طبعا لجميع موظفي الدولة، إن صح ذلك يعني عبر أي كشوفات؟ هل ستعتمد كشوفات 2014 وإن كان كذلك أيضا؟ يعني ما الذي سيقنع الأطراف أو الطرف الحوثي بموظفيه الذي قام بإضافتهم خلال هذه الفترة الطويلة؟ ستكون قاعدة بيانات العام 2014، وعلى أن يتحمل كل طرف أعداد الموظفين ما بعد العام 2014. وأعتقد أن الحكومة ليس لديها إشكالية في هذا الشأن، لأن أعداد الموظفين بعد عام 2014 في الجانب الحكومي لا تساوي حتى 20% من عدد الموظفين في الجانب الحوثي بعد العام 2014. وبالتالي الحكومة هي كانت متمسكة منذ البداية وحتى منذ اتفاق ستوكهولم الذي أشار إليه محمد في مسألة صرف الرواتب أن تتم وفقا لقاعدة بيانات العام 2014، لأن التجريف الذي حدث في مناطق سيطرة الحوثيين كان تجريفا كبيرا للوظيفة العامة ولأعداد الموظفين في قواعد البيانات. هذا فيما يخص مسألة المرتبات، لكن أنا أود أن أشير إلى أمر آخر، أن يعني الآن نحن عندما نتحدث على مسألة صرف المرتبات وهو أمر في غاية الأهمية سواء من ناحية تحسين المستوى المعيشي للناس وتخفيف وطأة الأوضاع الإنسانية أو تحريك عجلة الاقتصاد، لكن يجب أن يكون هناك معايير، يجب أن يكون هناك معايير. وأعتقد أن المسودة إلى الآن هي مسودة لم تضع آليات واضحة في مسألة صرف المرتبات، هي وضعت خيارات، وأعتقد أن الخيارات فيها نوع الخيارين هما في أول خياران فيهما نوع كبير من الإجحاف بحق الجانب الحكومي، وأعتقد أن هنا يأتي دور المفاوض الحكومي في هذه المسألة، أن الحديث عن أن يتم تقاسمها مناصفة الحكومة نعم. بدفع الفارق عن إيرادات السفن مشتقات المرتبات الحديدة، الخياران فيهما إجحاف. وكما قلت هنا يأتي دور المفاوض الحكومي في مسألة أنه هناك يجب أن تطرح بدائل أخرى، يجب أن تكون هناك آليات واضحة، هناك ضرائب وجمارك تقوم الجماعة الحوثية بتحصيلها، لماذا لا توجه هذه الضرائب والجمارك أيضا في مسألة صرف المرتبات لكافة موظفي الدولة؟ طيب أستاذ بليغ، هل يمكن فتح مثلا حساب تحت ضمانات أممية يعني لكي يعني نتقارب في الحل، يعني يتم إيراد أو توريد الأموال إلي يعني، وهذا يعتبر من الحلول الوسطية بينا. بالنسبة للاتفاق الذي تم في أو اتفاق ستوكهولم كانت هناك آلية واضحة مع مكتب المبعوث تم الاتفاق عليها بأن تورد العائدات إلى البنك المركزي في الحديدة، ويكون هناك آلية يشرف عليها مكتب المبعوث الأممي لمسألة وصرف المرتبات للموظفين. للأسف الشديد جماعة الحوثي لم تلتزم بها وقامت بنهب كل المبالغ التي وردت حينها وكانت ما يزيد عن 70 مليار ريال. اليوم من ضمن ربما مشروع الهدنة أو التسريبات التي وردت، هذا المشروع يتحدث عن آلية جديدة وهي أن يكون هناك حساب تجاري في أحد البنوك التجارية يعني بإشراف الأمم أو يتبع الأمم المتحدة ومكتب المبعوث، وتكون هناك مكتب تدقيق محاسبي كجهات ثالثة تماما يعني بالضبط. وهذا يعني أن المبالغ لن تورد إلى البنك المركزي في الحديدة ولا إلى البنك المركزي في عدن، سيكون هناك حساب وسيط يشرف عليه الأمم المتحدة في أحد البنوك التجارية في اليمن، ويتم الاتفاق. وهناك ثغرات كبيرة لا تزال في هذا المشروع، هو أيضا يحيل مسألة آليات صرف المرتبات إلى لجنة اقتصادية يتم تشكيلها من الطرفين بواقع 4 من كل طرف، وتحدث على ضرورة أن تكون هناك نساء في هذه اللجنة، وأعتقد أن هذه أيضا ستكون واحدة من الإشكاليات. يعني هناك في مسألة اختيار
أعضاء اللجنة ومسألة تمثيل النساء فيها. طيب محمد، الآن في هذا الإطار يعني وتشكيل بعض اللجان والإشكاليات الموجودة بين الأطراف، يعني كيف يمكن بناء الثقة مبدئيا حتى يتم؟ خلص هنا واطلع. نعم أستاذ محمد، هل تسمعني؟ نعم محمد. طيب طيب سأعود إليك أستاذ بليغ، يعني لنكمل النقطة التي تحدثت أنت عنها. يعني الآن هذه أربع أو لجنة اقتصادية أنت قلت يعني سيتم الخلاف عليها، وهناك أيضا لجنة كما قالت بعض التسريبات للجنة عسكرية لضبط يعني الهدنة في البلاد. هل تستطيع هذه اللجنة بالفعل إن تم تشكيلها يعني أن تضبط الأمن أو تضبط وقف إطلاق النار في المنطقة؟ وإن كان كذلك يعني كيف يمكن تشكيلها؟ نعم أستاذ بليغ. طيب محمد هل تسمعني الآن؟ طيب محمد هل تسمعني يا محمد؟ طيب حتى يتم معاودة الاتصال بهما، كانت هناك العديد من النقاط والاستفسارات التي نريد أن نطرحها على ضيوفي الأكارم. يعني ناقشنا موضوع الرواتب وكذلك الملف الاقتصادي المتوقع، يعني هناك طبعا بعض التسريبات، الملف العسكري وهو الأهم والتي تخطو هذه الهدنة نحو تنفيذه، وهو وقف إطلاق النار. سأناقش هذا مع محمد. أتمنى محمد أنه يسمعني الآن. محمد أسمعك الآن. يا هلا. طيب يعني الآن التحركات العمانية الموجودة في صنعاء، التحركات الأممية يعني غروندنبرغ يعود غاضبا من عدن ولم يتلقى أي حلول. يعني في هذه الأوضاع وخلال هذه الساعات وفي ظل هذه التشنجات، يعني أنت توقعاتك طبعا للساعات القادمة، هل ستمدد الهدنة بالفعل لستة أشهر قادمة؟ هو المسار يقودنا الى يعني على ضوء الرغبه الدوليه الجامحه في هذا السياق، وكذلك لا ننسى انه ايضا هناك رغبه اقليميه، والاقليم كدول تحالف راعيه للاطراف الحكومه الشرعيه بشكل مباشر. هناك رغبه دوليه في استكمال هذه الهدنه او في دعم مساعي الامم المتحده إرساء السلام في اليمن. لكن فيما يخص السؤال الذي سمعته منذ قليل يعني عن تشكيل اللجان والحديث عن هذه الأمور، أعتقد أن هذا الأمر مبكر جدا الحديث عنه. يعني ما زلنا نعاني في الجانب الشرعي أو في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة من مسألة تشكيل اللجان وبناء الثقة بين الأطراف. وهذا السؤال الذي طرحته على الأستاذ بليغ، أخذ ورد، فما بالك يعني بالحديث عن بناء الثقة مع الطرف الحوثي الذي تعاقب عليه 3 أو 4 مبعوثين ومشاورات في جنيف وستوكهولم والكويت ومشاورات في ضمن أبواب خلفية في عمان في ظهران الجنوب، في يعني ثقة معدومة تماما مع الجانب الحوثي. ولا يمكن بعد المشهد الذي صنعه في الحديدة أن يتم التسليم له في هذه الملفات بدون وجود ضمانات حقيقية، بدون استخدام الأدوات الضغط الحقيقية من قبل الأمم المتحدة ومن قبل كذلك صحيح الولايات المتحدة. يعني واستشهادا بكلامك أخي محمد، يعني إعادة الانتشار كانت عبر لجان أممية كبيرة أتت إلى الحديدة وتم توزيع مناطق الحديدة إلى 5 نقاط، رغم ذلك تم التعدي على هذه النقاط وتم قتل أحد الضباط. أنا أقصد في الحديدة على الأقل لو تحدثنا في الجانب الاقتصادي، يعني بعيدا عن الكارثة العسكرية التي حدثت يعني من قبل الأمم المتحدة ولجانها الإشرافية على الميدان. يعني أخذ هذه الأموال وسرقتها بشكل واضح أمام نظر وأعين الأمم المتحدة من بنك
او فرع البنك المركزي في الحديده، يعني اعتقد انه يجعلنا امام استراتيجيه واضحه اتخذها الحوثي في التعامل مع العجله الاقتصاديه في اليمن، يضرب فيها مصالح الناس عرض الحائط. لكن في الجانب العسكري وتشكيل هذه اللجنه المشتركه وتعاقب الكثير من الخبراء العسكريين الدوليين على هذه اللجنه دون اصدار اي ادانه واضحه لما يقوم به الحوثي تساهم في اتخاذ قرار واضح من قبل مجلس الامن ضد هذه الجماعه، رغم تعرض رؤساء هذه اللجان الى اطلاق نار مباشر عند اداء اعمالهم في المناطق التي يفترض انه فيها وقف اطلاق نار شامل في الحديده. مضطر انه الجانب الملتزم بهذه الهدنه او بهذا الاتفاق الى الانسحاب واعاده التموضع. في الاخير هذا الامر لن يتكرر مره اخرى، خاصه مع اتفاقيه الهدنه التي حاولت الحكومه والمجلس الرئاسي ان يقدموا فيه يعني دعما للمبعوث الاممي ولجهوده في مساله تجديد الهدنه دون يعني الحصول على تنازل انساني واحد بفتح طريق حتى جانبي للمحاصرين في محافظه تعز. وفوق هذا كله ياتي الحوثي الان بعد هذه السنوات ليقول للحكومه الشرعيه يعني ادفع الرواتب للموظفين الذين قمت بتعيينهم، يعني هذا فيه ابتزاز واضح. والشيء الغريب استاذ محمد، يعني ان هذه المطالب التي تتوقعها انت وتراها انت بانها غريبه او جريئه يتم الاستجابة لها عادة. يعني الآن هذه الخطوط يعني على عجالة، لا أدري ما صحة هذه التسريبات ما بين عصيفرة، الحوجلة، سوق الرمدة، مش عارف أنا أنطق المناطق بشكل صحيح، وأيضا خط الستين ومفرق الذكرى وخط الزيلة أيوة، هل وخط كرش شريج الراهدة وخط الضالع دمت، هل هذه خطوط رئيسية يعني ممكن أن تفيد المواطنين ويمكن طبعا موافقة الطرف الشرعية على فتحها؟ يعني الشرعية قدمت تنازل وصل إلى أنه إذا تم فتح طريق غير طريق الحوبة يسهل من حركة المواطنين عبر طريق اسفلتي واضح وليس الطرق التي يعني تمر عبر الجبال والتي يستخدمها الحوثيون كمتارس ونقاط عسكرية وجبهات عسكرية ربما لفتح يعني صراعات قادمة أو اشتباكات قادمة، هي مستعدة للتنازل في هذا الجانب من أجل مصلحة أبناء تعز. لكن في الأخير يعني هذا التعنت يرسم لنا صورة واضحة عن أنه الأمم المتحدة رغم كل الضغوط والجهود التي تمارسها لا تمتلك عصا لمحاسبة الطرف المتعدي أو الطرف الذي لا يستجيب لهذه الجهود الدولية وجهات الاستخباء الدولية. بالتالي نعم. يعني عزل الأدوات الحقيقية لمجلس الأمن، المجتمع الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الأدوات الحقيقية للضغط على الحوثيين، أعتقد أنه فيه مسرحية واضحة يعني تجعل الشعب اليمني أمام يعني سنتابع محمد عدو الحقيقة. يعني سنتابع الساعات القادمة بما سيرجع به المرسلون والذين يعني لهم يد الضغط أو المشاركة في إقناع هذه الأطراف طبعا بالحلول وتمديد الهدنة. شكرا جزيلا لك محمد المخلافي، وأيضا أوجه تحية لسيد بليغ المخلافي المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية بالقاهرة. إذا كان هذا محورنا الأول، نتابع الآن تفاصيل المحور الثاني ولكن بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد. خطوة حوثية جديدة، هي ليست بجديدة كاستراتيجية ولكن الجديد فيها أن هذه الجماعة قامت بإبرام اتفاقيات أو تفاهمات مع التجار لحمل السلاح أو شرعنة حمل السلاح بشكل علني، كما تحدث أنها قامت بتخصيص التجار الموالين لها، وقد تم الاتفاق مع الغرفة التجارية بهذا الخصوص. رأى مراقبون أن هذه الخطوة ستسهم في زيادة الانفلات الأمني الموجود في صنعاء، وكذلك ستسهم في تقوية نفوذ عناصر هذه الميليشيات. رأي ضيفي الكريم سأخذه وسنناقش أبعاد هذه الخطوة بعد هذا التقرير. فوضى ونهب وحرابة في وضح النهار،
هذا ما بات عليه الوضع في معظم مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، وبدعم مباشر من قيادات حوثية في ظل صراع الميليشيا فيما بينها، بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء بقوة السلاح وملشنة جميع مظاهر الحياة فيها، بعد أن تعمدت إسقاط الدولة والقفز على النظام والقانون. لقاء أخير جمع مسؤولين من الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة صنعاء مع قيادات في وزارة الداخلية التي تسيطر عليها الميليشيا بهدف الحصول على تراخيص سلاح مقننة، وهو ما اعتبره البعض تأكيدا على الانفلات الأمني الذي تشهده صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة التي باتت تتقاتل فيما بينها في إطار التصفيات البينية والصراع على الثروة المنهوبة والإتاوات التي تفرضها على المواطنين بين الحين والآخر. مراقبون اعتبروا اللقاء تأكيدا على توجه جماعة الموت هذه إلى بيع أسلحة الدولة المنهوبة ومنح تجار من الموالين لها تراخيص لبيع السلاح في وضح النهار في العاصمة صنعاء التي كانت تنعم بالأمن والأمان حتى العام 2011، حينما طغت الفوضى على النظام واستغل الحوثي الفرصة وقدم من الكهف إلى ساحات الجامعة منتقما من الجمهورية ومكتسباتها، ومتعمدا تحويل المدينة إلى قرية وعزل صنعاء عن محيطها وملشنة كل مظاهر الحياة فيها. مراقبون عسكريون حذروا من الخطوة الحوثية الأخيرة واعتبروها محاولة مكشوفة لإغراق المناطق التي تتواجد فيها الجماعة بالأسلحة فوق ما هي متروسة بالسلاح، وتحويل البلد من وضع التعايش والسلام وسيادة القانون إلى قانون الغاب والقوة القهرية، ليكون البقاء للأقوى في بلد أفقدته الحرب العبثية كل مكامن القوة نتيجة للعمالة الحوثية لأسيادها في قم، ومحاولة تحويل اليمن إلى ورقة رابحة بيد طهران وتحقيق أطماعها الشريرة في المنطقة على حساب اليمن واليمنيين. أهلا بكم العميد ركن جميل المعمري الخبير العسكري. سيادة العميد أهلا ومرحبا بك. يعني مظاهر السلاح يعني موجودة الآن وبكثافة نراها في مناطق سيطرة الحوثي، يعني ما الجديد في الموضوع؟ لماذا تم إبرام مثل هذه الاتفاقيات أو ترخيص لشرعنة حمل السلاح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أعتقد أن الميليشيات من يوم وصولها إلى السلطة هي عملت على نشر الفوضى ونشر السلاح، وفي الفترات الأخيرة نلاحظ أنها تحاول أن توجد شرعنة في ظاهرة انتشار السلاح. وأعتقد أن هناك أيضا يجب أن نركز على نقطة هامة لم يتم ذكرها في تقريركم، أن هناك تصفيات الآن حدثت مؤخرا ما بين الأجنحة التابعة للميليشيات، هناك تصفيات بينية فيما بينهم، وأعتقد هذا قد يكون جزء من الموضوع الذي دفع إلى محاولة منح تراخيص السلاح بربط الفوضى التي وصلت إليها العاصمة صنعاء، وكذا تخوفهم من الأعمال الاغتيالات وانتشار السلاح بدون تراخيص. هذا قد يكون جزء من العمل الذي يقومون به حاليا. لكن ما لاحظناه أيضا الآن من انتشار الفوضى وزيادة انتشار السلاح وزيادة أعمال النهب والسطو والأعمال التي نلاحظها يوميا على اليوتيوبات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد أن هناك فوضى عارمة وإخلال أمني كبير داخل عاصمة صنعاء. يؤكد أيضا هذه التصرفات أن الآن أوكلت مهمة الحماية الأمنية كل بمؤسسته، وعلى الجميع أن يحمي نفسه، بمعنى أن غياب الدولة أصبح واضح جدا من خلال هذه الأعمال وأنها عجزت الآن عن. طيب يعني ترى سيادة العميد بأن هذه الخطوة هي تقوية لعناصرها بشكل عام أم هي لمجرد البيع والتجارة؟ أنا لست مع فكرة أن يكون هناك موضوع البيع. البيع الميليشيات تبيع سرا وتستطيع أن تبيعها بدون أن تقوم بعملية إصدار التراخيص هذه، وتستطيع أن تبيع كمية كبيرة من السلاح في أسواق السلاح التي تشرف عليها بشكل يعني مباشر وغير مباشر، لكن هي الآن تسعى من خلال هذه الأعمال كما ذكرت أن تقوم ب
بالتسويق للسلاح وأيضا العمل على نشر الفوضى بطريقة أو بأخرى. طيب يعني مثلا الآن هل يتم مثلا إصدار مثل هذه التراخيص لكل التجار أم أن هناك حسبة أو معايير معينة لهذه الجماعة يتم من خلالها طبعا منح هؤلاء التجار التراخيص؟ طبعا تراخيص السلاح هي ستمنحها بمبالغ مالية معينة، بالتأكيد سيكون الأولوية لمن هم من الجماعة أو من يتبعون الجماعة أو من يواليهم، وستقتصر على ذلك تلك الجماعة، لكن من يعارض تلك الجماعة يستحيل أن يمنح مثل هذا الترخيص حتى وإن كان لديه ترخيص عمل مثلا كأعمال الصرافة أو غيرها والتي تستحق بأن يكون هناك حمل السلاح، ومع ذلك لم يتم منح مثل هؤلاء أو معارضيهم أو من يشكون فيهم أو من يتشككون من ولائهم لهم، بالتأكيد لن يحصلوا على مثل هذه التراخيص. طيب سيادة العميد، الآن هناك أسلحة منهوبة، وكما تعلم بأن الحروب هي المرتع الرئيس لهذه الغنائم، إلى أي مدى هذه الخطوة ستفسح المجال أمام بيع مثل هذه الأسلحة المنهوبة؟ طبعاً الأسلحة المنهوبة كثيرة، نحن لا نركز على السلاح الخفي، يعني مثل هذه الأعمال هل يبيعون مثلاً السلاح الشخصي الرشاشة والآلية والكلاشينكوف أو غيره، هذه الأمور يستطيعون أن يوزعوها على تجار صغار هنا وهناك ويقومون بتسويقها داخل الهدوء، لكن الأخطر من ذلك هو السلاح المنهوب من السلاح الثقيل ومن السلاح الذي أصبح اليوم تمارس به الميليشيات إرهاب الدولة من خلال استخدام هذا السلاح وغزو المناطق والقرى والتمترس هنا وهناك والصواريخ التي وصلت إلى دول الجوار والطائرات، يعني بمعنى أن هذه هي الأسلحة التي يخشى منها، لكن السلاح الخفي بإمكان المواطن أن يحصل عليه من أي اتجاه آخر. طيب مثلا الآن مثل هذه الخطوات المضاطة عليها مثل الأوضاع في الجبهات، الاتفاقات الأخيرة، يعني هل تعلم الميليشيات الحوثية أن الضغوطات أصبحت عليها؟ هل تعي بأن الانفجار أو الوضع العسكري سينفجر قريبا، لذلك تقوم بتجنيد الجميع؟ طبعا الميليشيات لاحظنا خلال اليومين الماضيين هناك عروض عسكرية قامت بها الميليشيات وحاولت من خلال ذلك الاستعراض لقواتها وأنها قوية، لكن أنا علقت في أكثر من موقف أن الأحيان ليس في كل الأوقات يكون الاستعراض للقوة العسكرية دليل القوة، وإنما أحيانا يكون هو دليل للضعف، وهذا يدلل أن الميليشيات أحيانا تحاول أن توصل معنويات أصحابها أو ترفع من معنويات أفرادها عبر الترويج لأنها ما زالت قوية وأن هذه قواتها وأنها تستعرض بقوات عسكرية، رغم أنها أحيانا تكون في أسوأ حالاتها وفي أضعف حالاتها. طيب مثل هذه الاستعراضات أو هذه الخطوات والقوانين والجراءة، يعني إلى أي مدى حتى وإن كانت ضعيفة إلى أي مدى تؤثر في الرأي العام ونفسية الرأي العام بشكل عام؟ طبعا الرأي العام يعي جيدا مقدار قوة الميليشيات ويعي جيدا مقدار ضعف هذه الميليشيات، إنه لاحظنا في الفترات الأخيرة بالذات عندما كانت هناك معارك حقيقية في بعض مديريات شبوة وفي أطراف محافظة مأرب عندما تدخلت قوات العمالقة في تلك المناطق، لاحظنا كيف انكسرت خلال يعني ساعات وأيام معدودة وأصيبت بانتكاسات وهزائم متكررة، لكن عندما كان هناك جيش ضعيف أو هزيل أو لا توجد جدية لدى القيادة في قتال تلك الميليشيات، لاحظنا كيف كانت تمتشي وتستعرض بقواتها وتوهم العالم أن لديها سلاح لا يقهر وأن لديها أفراد بقوة أسطورية لا يقهرون، لكننا لاحظنا بعد تلك الفترة أن هناك ضعف وأن هناك استسلامات وأن هناك جبن وبكاء من أفرادهم الأسرى الذين يؤسرون، ولاحظنا مدى هزلية هذه الميليشيات التي تستعرض يوميا وتحاول أن توهم العالم بقوة. نعم، شكرا جزيلا لك سيادة العميد ركن جميل المعمري الخبير العسكري، شكرا جزيلا لك، والشكر لكم مشاهدينا الأكارم، ألقاكم يوم غد في نفس الموعد إلى اللقاء.